يعني مش انت اللي دفعت الكفاله؟ ازاي يوسف؟ انا حد فلوس الكفاله؟ امال مين يا ياسين؟ معرفش. تشي بس الاول. ايش نفس؟ اديني شويه 50 هنا يا ابني. ليك وحشه يوسف والله. يعني مش انت اللي خرجتني يا ياسين؟ ورحمه خالتي وانا ما عايزهمش عنك يا يوسف. انت ناوي تعمل ايه الاول؟ هاخد هيثم سعاد ومن كنت قبل ما برنس يشم خبر ان انا خرجت. عاوز نصيحتي؟ كنت انت الاول. لكن سعاد وهيثم هيحصلوك على الراحه. البرنس لو قفشك هينفخك على 28. لا يا عم انا مش هسيبهم. انا هاخدهم ونطلع على اسكندريه ما حدش يعرف لنا طريق. وانت شغلك عامل ايه؟ والله بقالي شويتين كده مع واحد من الكبار قوي. سليم دربال اكيد سمعت عنه. مطلع عيني بالجزمه. وعلى كام؟ على 1200 جنيه في الشهر. وهو يقف يترفع نص ساعه بس ياخد له 5 6 مليون جنيه في كرشه. اه والله يا يوسف. حوت من غيره. لسه بتضرب 4 معالق. يا سعاد ما بتكلمكش؟ اخر مره كانت من فتره كده. كانت عايزاني اروح ادفع مصاريف حضانه هيثم. هو في حاجه؟ مفيش، بس هي بقى لها فتره متغيره ومخففه في الزيارات. فيها تعبانه ولا حاجه يا يوسف؟ يحمل عليها تقيل برضه. الواد هيثم ما شاء الله عليه كبر وبقى قد كده مطلع عينيه. هيثم برد من ساعه ما اتولد وكانت بتيجي وتزورني عادي. الانسان كلهم كده. سيبك بس سيبك. كلها شويه وتقابلها وتقضي معاها وقت ظريف تعوضك عن ايام الحبس يا يوسف. ايه راح فين؟ روح اخد امي على اسكندريه. خلي بالك من نفسك يا يوسف، طمني عليك وكلمني. بقول لك يا ياسين، تفتكر سعاد تكون هي اللي دفعت الكفاله؟